في إطار الاستراتيجية العامة لزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعة والصناعة، خاصة الصناعات الدوائية والكيماوية، تلقى وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت تقريراً حول مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لاستخراج الأملاح والمعادن من المحلول بشركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. واستعرض الوزير المشروع بمراحله المختلفة وخطوات تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف للاستفادة من المحلول المر بإقامة مجمع صناعي لاستخراج الخامات عالية القيمة بطاقة إنتاجية مستهدفة سنويا تشمل خامات العديد من الصناعات الكيماوية والدوائية وغيرها، وكذلك تطوير منطقة الملاحة في إطار خطة التنمية المستدامة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات مع تراجع للطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد ومخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 32% ليصل إلى 88.1 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 53% لتصل إلى 82.92 دولار للبرميل. هذا وقد تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 95% لتصل وتحقق ما قيمته 2.53 دولار للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 54% لتسجل 1.64 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مع تقييم المستثمرين لأحدث أرباح تعلن عنها الشركات، بينما أثرت الصراعات الجيوسياسية في المنطقة على المعنويات. هبط في هذا التوقيت المؤشر السعودي بنسبة 0.8%، وفي بورصتي الإمارات ارتفع مؤشر دبي ب1.1%، واستقر مؤشر أبو ظبي مائلا قليلا نحو الانخفاض، ونزل المؤشر القطري 0.3%. نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا، لكن تسارع التضخم عزز من التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي لن يخفض من أسعار الفائدة قبل سبتمبر. يعكس هذا التباطؤ النمو الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وتباطؤ في وتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الأخير، وتلقى النمو دعما إلى حد كبير من الإنفاق الاستهلاكي. تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، مما يشير إلى استمرار قوة أوضاع سوق العمل. قالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجع بواقع 5000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي بلغ 207,000 خلال الأسبوع الماضي. كان خبراء اقتصاد قد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 215,000 في الأسبوع الماضي. شهدت حركة الطيران في فرنسا اضطرابات شديدة وسط إلغاء آلاف الرحلات الجوية هناك. أعلنت الرابطة الرئيسية لشركات الطيران الأوروبية أعلنت إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية في أوروبا، معظمها كان بنطاق وينطلق من فرنسا
ويتوجه إليها، فضلا عن وجود أكثر من 1000 رحلة جوية أخرى قد تضطر إلى تحويل مسارها لتجنب المجال الجوي الفرنسي. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا التراجع عن الإضراب الذي كان مقرر بعد اتفاقها في اللحظة الأخيرة مع المديرية العامة للطيران. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع يوسف عبدين وليلى عمر.